لا تكاد الولايات المتحدة تنتهي من توجيه تهديد إلى الفلسطينيين حتى تلحقه بتهديد آخر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح في الكلمة التي ألقاها بمؤتمر دافوس الاقتصادي بتقليص المزيد من المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني ما لم يعد لطاولة المفاوضات، مدعيا أن الأخير قلل من احترامه، خاصة وأنه رفض لقاء نائبه مايك بنس. السلطة الفلسطينية ردت بالقول إن سياسة التهديد والتجويع لا تنفع. هذه سياسة الإملاءات، سياسة الابتزاز، لن تجدي نفعا معنا. كرامتنا الوطنية، حقوقنا ليست هي للمساومة، لا للبيع ولا للتجار. بالتالي الإدارة الأمريكية عليها أن تلتزم مثل بقية دول العالم في سيادة القانون الدولي، سيادة الشرعية الدولية، واحترام الإجماع الأممي بشأن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. واشنطن إذن خارج طاولة المفاوضات. يدور الحديث في صفوف القيادة الفلسطينية الآن حول استئناف العملية السلمية برعاية وساطات دولية أخرى كالرباعية الدولية. يخشى البعض أن يمثل هذا تراجعا غير معلن يتيح للولايات المتحدة إحدى أهم مركبات الرباعية التمسك بزمام الأمور وفرض شروطها المذلة على الفلسطينيين. الشارع الفلسطيني من فك يطالب قيادته بأمر واحد رئيسي: مواجهة الواقع والاعتراف بفشل المفاوضات بصرف النظر عن راعيها، فهي لم تثمر عن شيء في العقدين الأخيرين سوى استمرار الاحتلال وازدياد أوضاع الفلسطينيين سوءا. بشار صغير، التلفزيون العربي، رام الله.